مرحبا جميعا على الفنانه نعيمه مشرقي كايقونه الفن المغربي والى الفن السلطان وابن المغاربه كامله. وهنا لي فرصه ان نرحم على هذه الفنانه الرائعه. كما نحيي قرار المملكه المغربيه بعدم الرضوخ لقرار محكمه العدل الاوروبيه او القضيه الوطنيه، وهذا موقف حقيقي اليوم نتساءل من خلاله حول دور جماعه الرابطه من خلال اللجان اللي عندنا وخاصه اللجنه ديال الشراكات اليوم كتقطع الدبلوماسيه المواسيه الحقيقيه كجماعه. وهذا قد نتحدث نحو على الجميع نفكر فيه جميعا بتفكير الضمير الجمعي، هو ان احنا كمنتخبين الامر كيهمنا جميعا اليوم نفكر جميعا في اطار الدبلوماسيه المواسيه ديال جماعه الرابطه لنكون بالفعل في المرافق او في القرارات الدوليه. هناك مساحات دوليه دائما تدخل هذا الموقف. نتمنى ان تستمر مشاركتنا احنا كجماعه وطن قطعتنا في هذه القضيه التي تهمنا جميعا. فيما يخص الموضوع، اولا ادعو السيده الرئيسه على الشكر الكبير اولا للسيده الرئيسه والساده اعضاء المكتب واللجان والموظفين بطبيعه الحال على المجهود الكبير اللي كيدار، وخصوصا هذا الدورة اللي بالفعل كنلقاو راسنا فيها بشكل كبير لاول مرة كمقاطعة جديدة، وهذا راه كنوه به جميع الاخوان اللي تعاونوا معنا فيها. وهنا انا نزيد شوية قدام باش نستافدوا اكثر بعضياتنا. اولا ادعو السيدة العمدة الى دعوة الشركة الجهوية المتعة بالخدمات اليوم ديال تعاون بيدك في عرض تحصيلي توضيحي المهام ديالها امام المنتخبين، لان دائما بقى عندنا اسئله صحيح هي تابعه للجماعه الرابطه وكذا. كنا اليوم كنا كنديروا واحد بنيه مع ايدك ياك، اليوم واش غنديروا بنيه مع ديالنا؟ اليوم خاص ضروري نطرحوا هذا اللقاء هذا وعاجلا لقاء مفصل حول العام ديالهم، وبالتالي كذلك فتحوا التدخلات ديالهم وشوفوا هذا الفراغ اللي كنا دابا العمل ديالهم في كلام كبير جدا وكان مزيان نخرجوا في لقاء مع كذلك. انا كنشوف واحد النقطه هو حول المناح ديال الجمعيات. اليوم مدينه الدار البيضاء باش تكون جماعه اجتماعيه مواطنه دامجه ما يمكنش الا بالدعم الحقيقي ديال الجمعيات الجاده، سواء على المستوى الثقافي او التربوي او الرياضي. انا لا يمكن نقول نساوي بين جميع الجمعيات واحد المبلغ ديال 20,000 درهم. علاش السيده الرئيسه والساده اعضاء المكتب مشكورين؟ لان كنعرفوا واحد العمليه، كاين دي بروجي اليوم حنا كنخدموا في كونفونسيون اتفاقيات، راه ملي كنعطوا 20,000 درهم راه ما كاينش اتفاقيه، راه غندير ما غادي ندير بها والو. ولكن انا اليوم اليوم كنتكلم راه الدار البيضاء فيها الدراري الصغار اللي كنعسوا في الزنقه، كاين الناس كيخدموا معاهم، كاين العجزه اللي كيعسوا في الزنقه، كاين الناس اللي كيعوموهم وكيخدموا معاهم في السكنهم، كاين الناس اللي خدموا على ظهر الامام ومحاربه الامام و و كثيره هي الحركات الاجتماعيه اللي كاينه في مدينه الدار البيضاء، باش نخدموا مع لا قانون كونفونسيون مع شي جمعيات هي جاده بمبالغ مهمه. وهذه كانت ملاحظه ضروري نشيروا لها. ثم اطرح سؤال، الى متى سيظل العنصر البشري في انقراض تام داخل جماعه الدار البيضاء ومقاطعتها؟ اليوم مقاطعتنا مكينه ما عندناش طباء، ما عندناش مهندسين، وما عندناش كذلك يخدموا في مجموعه من المصالح. ودائما كنقولوا اليوم راه من 2004 ما كاينش التوظيف ما كاينش تشغيل، خاصنا حلول. الى متى؟ جماعه الدار البيضاء اليوم مع عاوزه من المركز والمقاطعات راه كاين اشكال حقيقي، الناس كيتوفى، الناس كيخرجوا تقاعد، راه حنا ننقرضوا جميعا. حنا راه مستشارين وكيديروا السياسه، ولكن من يدبر؟ هذا اشكال وقلنا هو ناقوس قطر حتى لا اؤمن كذلك. انا كنطرح سؤال دائما ما نهارش هنا كما هذا السنين، وانا دائما اطرح سؤال على هذا المجلس المقام، اين وصل موضوع سونداق؟ ودائما يطرح لنا الجواب على اننا وصلنا 90% مع سونداق. ثلاث سنين حنا ممكن نهضروا الزمان مع شركه سونداق بدون حلول. اليوم كنقول لك انا القريعه كنعاود نقولها، حنا فلوس الملايير ما كناخذوش منها ريال. سوق القريعه سوق وطني، سوق العيون ما كناخذوش منه ريال، سوق الفاخر ما كناخذوش منه ريال، سوق الخشب ما كناخذوش منه ريال في السلطان. بمعنى الى متى؟ وانا اتذكر نهار جيت نقول هذه النقطه، ولكن تذكر كنطرح عاوتاني موضوع طول ايلاج السقوط. هنا جينا لا غناخذوا مع صحابنا، هنا جينا كنناقشوا الدعاء للسقوط وقلنا راه ضروري جماعه الدعاء للدعاء للسقوط بالفعل
كنشكر سيدي الرئيس على العمل العملي، ولكن ما كانتش فيها هي عداله مجانيه ديال الدول اي السقوط، دم صدر اكبر ديون اي السقوط وديما طايحه. اليوم انا عندي مقترح، هذو الفلوس اللي كتعطونا ديال المنحه نقصوا لنا منها، نقصوا لنا منها وتبرمج فيها عندنا كمقاطعات ديال الدور اي السقوط ديال الهدم. راه عندنا 167 طبقه واقفه طايحه وخاويه، هذا يهدد البشر. وكنعاودو انا كنقول نحيدوها لنا من السنين ديال المنحه اللي كتعطانا وكتجي بهاد الاطار هذا. كيبقى اخر نقطه اللي انا بغينا بزاف هاد النقطه، كنحيي سوق مارش سونترال، لان بالفعل المزيان 6 مليار اللي عطات فيها جوج الجماعه وجهه و ومجلس العمل. وهنا نعم صحيح مع الحوار جد، لان كاين البعض كيشوش على المشاريع الجميله والجديده، ولكن نحيي كل المبادرات الطيبه ونتمنى على ان صوتنا يوصل. كان باقي عندي نقطه غنطرحها في الثقافه والرياضه مع السيد الناصري، ولكن اسمح هو حول العداله المجانيه مع قزائم. انا مشكور السيد الرئيس اتصل بيا وتلقنا على ان هادو خذوا تنشيط ترابي كذا كذا وتواصلنا مع الشركه، ولكن لحد الان ما كاين شيء. كازا ايفنت خرج من الشوط دار بنا، كازا ايفنت ما دير حتى شي واحد، وقلنا الى غندير مسرحيه هنا وعطينا برامج تعطي اعطينا عروض فنيه مسرحيه ساحات عموميه الى اخره، ولكن العداله المجانيه ما كاينش شي احسن من شيء. كل يوم كنبغي ندور تنشيط، الثقافه شيء مهم، التربيه شيء مهم، جميع المدن تدعم نقل الاطفال المخيمات الى الدار بنا، علاش؟ وهذا كاين تبويب والمواضيع كثيره. شكرا سيدي الرئيس. Thank you.